طيب السلام عليكم اخواتي. اليوم يمكن اول مره راح اعمل لكم فيديو بهذا النوع. بصراحه اخواتي عندي صديق عايش في بلجيكا، شفته اليوم نزل فيديوهات لاخوه الجريح. اخوه بعده بدايه عمره، عمره 19 سنه، هو من فلسطين من غزه، اسمه محمد نبيل زياده. باختصار اخواتي، هذا الشاب كان طالع مسيره ضد الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي في فلسطين. ما كان يملك سلاح، لا كان طالع ويهتف بمسيره ضد الظلم الصهيوني. أصابوه جيش إسرائيلي رصاصة متفجرة، الرصاصة دخلت بصدره وانفجرت بجسمه وصلت للكبد. محمد شاب صغير بالعمر، متزوج، عنده بنتين، عنده بنت عمرها سنة وشهرين وعنده بنت عمرها أيام. محمد من حقه يعيش مثله مثل أي إنسان. تخيل لو صار له شيء، بكره أولاده رح يصيروا أيتام، يربوا أيتام بدون أب لا سمح الله. هو حاليا في غزة، حالته خطيرة بين الحياة والموت، هلا حاطينه بالعناية المشددة. هو كل طلبه انه يطلع برا غزة ويجي لتركيا يتعالج، لانه بغزة ما في مستشفيات تقدر تعالجه لمحمد. انتو مو مطلوب منكم شيء، لا مطلوب منك مال، لا مطلوب منك مساعدة، المطلوب منك هو انك تشارك الفيديو قدر الامكان، او اذا في حدا فيكم بيقدر يترجم الفيديو للتركي ينشره بالاماكن التركية لحتى يوصل لشي حدا مسؤول يقدر يجلب محمد لهون ويتعالج في تركيا، لانه محمد هلا بحاجتنا. وبتشكر كتير صحفي الأستاذ معتز مطر على هالمساعدة اللي ساعده فيها. لازم نعمل أي شيء لحتى نقدر نساعد الشاب وما نخلي ولاده يربوا أيتام. رح أترككم هلأ مع الفيديو للجريح، ورح أترككم مع صور أطفال الجريح. وهي فيديو للأستاذ معتز كمان نزلها على صفحته وعلى الأخبار. الصورة الأولى اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة هي معنا العديد من الصور. ده بنت محمود محمد زيادة. محمد اتصاب أول أمس في مسيرات العودة، اتصاب برصاصة عيار متفجر في صدره نزلت على الكبد. زياد بيناشد رحماء هذه الأمة أن يسمحوا له يتعالج خارج غزة، لأن المستشفيات في غزة لا تستطيع علاجه بالشكل الكافي. معتز، ربنا ما يكتب عليك حزن على غالي. أنا اسمي فتحي نبيل زيادة من غزة، من مدينة رفح، بس مغترب عن أهلي وعايش في بلجيكا. أمس في مسيرات العودة أخي الصغير يعني قنس يعني، وكان المفروض يعملوا له عملية، بس ضغطه نزل تحت العملية وأجبروا يوقفوا العملية، وحد الآن وضعه فوق الخطر وبين الحياة والموت. اسمه محمد نبيل زيادة. دي رسالة فتحي نبيل زيادة، أخو محمد نبيل زيادة، والذي يناشد الرحماء، يطلب من تركيا. أخوه دي الرسالة اللي جات لنا نصا، بيطلب من تركيا إنها تعالجه. والأهم طبعا إنه يخرج من المعبر، يعني عندنا مهمة الأولى إنه يخرج من مصر من المعبر، وبعد كده يتعالج بقى إن شاء الله. أعتقد يعني أكاد أكون جازم إن تركيا لن تتوانى عن علاج محمد نبيل زيادة. ساعدونا لتوصيل صوت محمد الجريح لحتى ما يربوا ولاده أيتام وبدونه، لحتى نقدر نساعده ونخليكم فوق راس ولاده. وهذا الشيء رح يكون مساعد لوجه الله تعالى، لأنه عم نساعد شخص محتاج الدعاء أول شيء ومحتاج المساعدة. أخواتي، هاي المساعدة لوجه الله تعالى. بتمنى منكم تشاركوا الفيديو قد ما فيكم، أو تنشروه على الواتساب، يعني اللي بيقدر يترجم الفيديو، اللي بيقدر يساعد بأي شيء رح يكون جزاته عن الله كبير. أنا هالفيديو ما عملته لأستفيد من شيء، لا، أنا اللي استفيده مساعدة لوجه الله تعالى. فيكم كلكم تساعدوه وتشاركوا الفيديو ونحاول نوصل صوت الجريح محمد.
لأنه بحاجتنا وبحاجة لدعائكم. ادعوا له بالشفاء، الله يوفقه ويقدر يدخل تركيا ويتعالج يقوم بخير وسلامة ويكون فوق رأس ولاده. إن شاء الله يكون وصلتكم الفكرة. السلام عليكم. صورش يا حسن، صورش. ابعد عنه، ابعد. ايش بتصور؟ الله يعين عليك.